صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حينما يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين بشيء ويعدهم بذلك الشيء، فهذا يعني أنه محط اهتمام الله عز وجل، وأن هذا الشيء لا بد أن يكون عظيما ومقدرا عند الله. من هنا في هذه الآية التي سوف أتوقف عندها لبضع دقائق ولن أطيل، الله عز وجل يعد المؤمنين بنعمة المودة ونعمة المحبة، محبة الناس. وهذا الأمر بطبيعة الحال ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، إن واحد يكسب محبة الناس واحترام وتقديرهم، لأنه ليس أمرا عبثيا، ولا يأتي ولا يعطى هدية ومجانا، وإنما هذا يأتي عن طريق كسب المعالي وكسب المثل والقيم والمناقب، حتى يكون هذا الإنسان محط احترام الآخرين، وهي نعمة ما بعدها من نعمة. ولذلك أنتم تعرفون الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حينما وقف في مجلس يزيد وألقى تلك الخطبة الشهيرة التي زلزلت عرش يزيد وفضحته على رؤوس الأشهاد، وقف شو قال بعد أن عرف عن نفسه وما حصل مع أبيه الحسين من فاجعة الطف وغير ذلك، لا داعي لذكر هذه الأمور، لكن أول ما بلش قال أعطينا ستا وفضلنا بسبع، مش هيك؟ من هذه الست الأمور شو قال؟ وأعطينا المحبة في قلوب الناس، المحبة في قلوب الناس. فإذا هذا أمر ليس بالأمر السهل والهين، إنما يأتي بعد صقل هذه النفوس وبعد الارتباط بالخالق عز وجل. الآية شو عم تقول لي؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هناك إيمان نظري، إيمان نفسي، إيمان عقلي، لأن الإيمان وين مصدره؟ أول شيء العقل، ثم يستقر في النفس، يستقر في القلب. الإيمان النظري اللي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين يأتي تعريف الإيمان، شو بقول؟ الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك. دائما كن واحد، كن صادق، صادق مع نفسه أولا حتى يكون صادق مع الآخرين. أما واحد إنسان مش صادق مع نفسه، يكذب على نفسه، يحتال على نفسه، كيف يكون صادقا مع الآخرين؟ فإذا إن الذين آمنوا، من هون جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا السلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ما أنتم؟ ما حقيقتهم؟ حقيقتكم؟ شو قالوا له؟ قالوا مؤمنون.
قال وما حقيقة إيمانكم؟ شو حقيقة ماهية إيمانكم؟ قالوا الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض إلى الله. قال اذهبوا حلماء، علماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء، كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء. فإذا هناك بون شاسع بين أن تكون مؤمنا على مستوى النظرية، على مستوى التفكير فقط، وبين أن تكون تمازج هذه النظرية، تمازجها بالسلوك. لأنه إذا هذه النظرية وهذا الإيمان العقل النفسي النظري إذا لم يتحول إلى سلوك فإنه يصبح وبالا على الإنسان، ما له قيمة، قشور دون لباب، لا قيمة له، ليس له تأثير على سلوك الإنسان وحياة الإنسان. من هون الله سبحانه وتعالى ربط بين الإيمان وبين العمل الصالح. العمل، نحن شنو قوله، قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنتم مسلمون ولستم مؤمنين، أنتم مسلمون، ومن تشهد الشهادتين فإنه يحرم ماله ودمه وعرضه وغير ذلك. لكن هذا الأمر شيء والإيمان شيء آخر. الله أقرهم على إسلامهم، التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب هذا الأمر كافي؟ لا، مش كافي. لذلك أقرهم على إسلامهم ولم يقرهم على إيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا بنجي للقرآن الكريم، كلكم أهل القرآن وبتقروا القرآن، وهي أيام القرآن، بنشوف في كثير من الآيات القرآنية الله مزج بين الإيمان وبين العمل الصالح. مثلا والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كان الله اكتفى وقالنا إن الذين آمنوا، ها أفكر، بدون وعملوا الصالحات، أفكر. فمن هون التمازج والتناسق بين الإيمان وبين العمل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شايفين، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهي الحياة الطيبة كيف يحصل عليها الإنسان ومع من تكون هذه الحياة الطيبة؟ لذلك شوف الإمام المعصوم، الإمام الصادق، بيقول لأحدهم وإن لك بمحبتنا الحياة الطيبة. ولم لا تكون هذه الحياة الطيبة حينما يكون الإنسان المؤمن في جوار محمد وآل محمد. طيب سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف يعني سيجعل لهم الرحمن ودا؟ عندنا صورتين. الصورة الأولى الجعل الغيبي. كيف الجعل؟ يعني الله يجعل قلوب المؤمنين منجذبة إلى الآخرين. الله له تأثير غيبي في ذلك. طيب هذا الأمر يأتي عبثا جزافا؟ لا. هل يأتي لشكل الإنسان، لصورة الإنسان، لجاه الإنسان أم شو؟ وإنما يأتي لصفاء قلبه، لسلوكه. من هون الله يجعل القلوب منجذبة إليهم. وهي في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما إذا أحب الله فلانا نادى جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يجعل له القبول في أهل الأرض.
يجعل له القبول في أهل الأرض. كيف يجعل له القبول في أهل الأرض؟ بهذا الانجذاب والتأثير الغيبي من الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول. الأمر الثاني، لا، هناك نفس طبيعة الإيمان، وأن الله عم بيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، نفس طبيعة الإيمان والعمل الصالح تجعل الإنسان ينجذب له الآخرون، يحبه الآخرون. والله مش أنتم مثلا تقول والله بكون في قرية من القرى أو مدينة من المدن في واحد إنسان خير كريم محسن لأنه عنده صفات خيرة كذا وكذا، الناس بتحبه. طبيعة العمل الصالح الناس بتحبه، والله عنده مشاريع للأيتام والفقراء والمستضعفين وإلى آخره. نفس هذا الأمر يجذب الآخرين. من هون الإيمان والعمل الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله جبلت القلوب. كيف جبلت القلوب؟ على حب من أحسن إليها. طبيعة الحال بس واحد يحسن لإلي بدي شو قابله؟ بدي قابل هذا الإحسان بالإحسان. طبيعة البشر هيك. وإذا قابلته بغير هذه الصورة أن تكون عم سيء للآخرين وأسيء الظن بهم أيضا. فإذا الإحسان لابد أن يقابل بالإحسان. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. والتودد هي المحبة في قلوب الناس، أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله. رأس الإيمان، رأس العقل، تفتوا الحديث، رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس. طبعا شو التودد إلى الناس؟ يعني التودد على حساب دينك يعني، وعلى حساب عقيدتك، وعلى حساب مبادئك؟ لا، التودد إلى الناس يعني احترامهم، المعاملة بالأخلاق الحسنة، بالأسلوب اللين بالسهل. هذه الأخلاق الدنيثة المطلوبة من الإنسان المؤمن. فإذا رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس. أيضا النبي صلى الله عليه وآله يقول التودد نصف الدين. يعني عندنا شقين بالدين، التودد نصف الدين. هذا التودد اللي هو علاقة مع الخالق، الخضوع لله، عبادة الله سبحانه وتعالى، الخشوع له، هذا نصف. والنصف الآخر علاقة مع المخلوقين، وهذا هو النصف الآخر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله التودد نصف الدين. بعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أنفع الكنوز محبة الناس. الرصيد، رصيد الإنسان أن يحبه الآخرون. وهذا كما قلنا إنما يكون بالارتباط الوثيق بهم عن طريق حسن المعاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بتوفيقه للسير على خطى محمد وآل محمد، وأن يجعلنا قلوبنا قلوبا متحابة فيما بيننا في هذه الليالي وهذه الأيام. فإلى أموات الحاضرين جميعا ومات على الإيمان والشهداء والعلماء، نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.